السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. امبارح الحلقة بتاعتنا عجبتكم جدا الحمد لله، الايس كريم بطعمه والوانه والتطبيقات الجميلة اللي جات لي امبارح على الصفحة، اتأكدت فعلا ان انتوا قمتوا بعد الحلقة على طول عملتوا الايس كريم. كل حبايبنا اللي بعتولي التطبيقات بالليل يا دوبك خدوا الخطوتين على بالليل كان اتجمد في الفريزر وطلع وصورتوه بقى زي العسل. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. بشكركم على كل كلمة حلوة بتكتبوها لي على صفحتي على بوست الحلقة بعد ما الحلقة بتخلص، بننزل كل المقادير وكل الطريقة على الصفحة بتاعتي شيفا لفهمي بالعربي. وبشكركم على كل الدعوات الجميلة اللي دايما بتدعوها لي، ويا رب يا رب كده يديم علينا الرضا والمحبة على طول بإذن الله. النهاردة بقى هغديكم ايه؟ هغديكم أكلة لذيذة جدا وطعمة جدا وكتير مننا شوية مش متعودين عليها، يعرفوها أكتر البورسعيدية، اسكندرية، السواحل عموما، السواحلية عارفينها كويس قوي. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الرز بمقادير سهلة وبسيطة جدا وبطعم يعني غير اللحمة المفرومة أو الفراخ. النهاردة هنعمل كفتة الرز بالجمبري أو كفتة الجمبري بالرز، طعم ولا أروع. تكات حاطينها النهارده في الطريقه بتاعتنا هتعجبك جدا، هتشمي ريحه الخلطه من وهي لسه نيه، ما بالك بقى وهي بتتحمر وهي بتستوي، الريحه ماليه الدنيا ما شاء الله تبارك الله عليها. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. المقادير بتاعتنا نص كيلو جمبري، الجمبري الصغير جدا اللي هو ارخص نوع جمبري اسمه جمبري الكفته او جمبري الكبيبه، معروف جدا. جمبري اصغر حجم البيبي اسمه كمان الجمبري البيبي. نص كيلو جمبري هياخد قصاده نص كيلو دقيق رز ومعلقه صغيره بيكنج باودر، بصلايه واحده متوسطه، معلقه صغيره ثوم، وعندنا كمان عصير ليمون، ملح، كمون، كزبره ناشفه، شبت وبقدونس وكزبره من الخضره دي، كل حاجه رابطه واخده منها الورق بس. نقول كمان نص الجمبري البيبي الصغنن اللي هو جمبري الكفته هياخد قصاده نص كيلو دقيق رز. اقدر اطحن الرز على ايديا في البيت في مطحنه الخلاط بتاعه التوابل، تطحن لي الرز عادي جدا، وممكن اجيب الشركات دلوقتي بتنزل لي الدقيق اكياس دقيق الرز زي الدقيق العادي بالظبط. معلقه صغيره بيكنج باودر، بصله متوسطه، معلقه صغيره ثوم مفروم، عصير ليمون، ملح، كمون، كزبره ناشفه، شبت وبقدونس وكزبره. دي كده المقادير بتاعه الكفته الاساسيه. الصلصه بقى اللي زي العسل بتاعتنا اللي ريحتها هتبقى هتشموها وانتوا قاعدين عباره عن ايه؟ معلقه سمنه، ثوم مفروم، قرن فلفل حامي، معلقه كبيره خل، وصلصه او عصير طماطم، ملح وفلفل، برده كمون وكزبره، نفس التوابل اللي هنحطها في الكفته هي اللي هتتحط في الصلصه، زائد رشه سكر، وبعد كده كوبايه ميه سخنه. هي دي المقادير بتاعتنا. قومي على طول افتحي الثلاجه هتلاقي المقادير دي. لو ما عندكيش الجمبري ابعتي هاتيه قولي له الجمبري البيبي او جمبري الكفته، اصغر نوع جمبري موجود. احلى حاجه في الفرم للكفته للكبيبه كفته الرز بالجمبري زي ما هنعملها النهارده، زي ما مو صلاح كده جايب لنا الجمبري. صباح الفل عليك يا استاذ صلاح، دايما منورنا والله. ده اصغر نوع جمبري موجود اللي زي ما قلت لكم اسمه الجمبري البيبي. دلوقتي بقى اي حد بورسعيدي، اسكندرانيه، سواحليه يتصلوا بيا علشان يشوفوا كفته الجمبري بالرز هنعملها ازاي ويقولوا لي زي ما بيعملوها عندهم ولا لا. انا النهارده ضيفه تكايه صغيره، بصوا ده الجمبري البيبي عايزه اوريه لكم. يا باشا انت تؤمر يا باشا، بصوا اهو شوفوا الصغنطه خالص ازاي، حطيتها لكم عكس بعض كده عشان تشوفوا الحجم عامل ازاي. ده الجمبري البيبي اللي ده بتاع الكفته اهو، اصغر نوع جمبري ورخيص جدا، عشان كده دايما السواحليه يقولك ايه ان الكفته بالجمبري دي اقتصاديه، لان ده الجمبري ده مش غالي، مش زي ما احنا متخيلين بقى جمبري وهتكلف كده، لا الجمبري البيبي ده رخيص جدا يا جماعه، اسالي عليه وانت هتعرفي. هنعمل ايه بقى؟ اول تكايه انا ضيفاها من عندي، هتبل الجمبري الاول بتتبيله هطعم لي الكفته نفسها، وانا بعتبر ان التتبيله دي هي دي النهارده السر او البطل بتاع الحلقه بتاعتنا. يعني بمعنى اصح
في طريقة الكفتة العادية بالجمبري ما بيعملوش خطوة التتبيلة دي. جربوها بقى كل صباح ليا حبايبنا، جربوها بالتتبيلة، التتبيلة للجمبري الأول، وشوفوا الجمال وشوفوا الحلويات. هنتبل ازاي؟ قولوا لي معانا مين واحنا بنتبل. رؤى، يا رؤى. الو، ازيك يا رؤى؟ عاملة ايه؟ الحمد لله، بدور على التوم يا رؤى مش لاقيه. اهو لقيته. وشك حلو عليا، لقيت التوم يا رؤى. عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، يا رب دايما بخير. يا رب. قولي لي انت منين يا رؤى؟ من القاهرة. من القاهرة. بتعملي كفتة الجمبري ولا مش واخدين عليها؟ لا، أنا ما بحبش الجمبري أصلا. ما بتحبيش الجمبري أصلا؟ طب إيه رأيك، تحدي بيني وبينك، لازم تعملي الوصفة دي. إيه رأيك بقى؟ وتجربيه وتتصلي بيا. عاوزة أقول لمنة ألف مبروك. الله يبارك فيكي يا حبيبة قلبي، تسلميلي. أشكرك يا قمر، أشكرك. حطيت التوم، وادي ملح، وادي كزبره، وادي كمون، ماشي كده. نفس التوابل دي اللي هتبقى في الصلصه بالظبط. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل تتبيله للجمبري، ومعنى ان انا حطيت هنا توم يعني مش هحط في الخلطه تاني، وانا بطحن الكفته مش هحط توم تاني، ده التوم الاساسي، وشويه عصير ليمون كده يا جماعه. خدي بقى مزازه، خدي ريحه حلوه جدا جدا للجمبري، خدي طعم ما حصلش للكفتة بسبب التتبيلة الأولانية دي. احنا لازم نحط التاتشات بتاعتنا، ولا يا أستاذ عمرو مش معايا في الموضوع ده؟ ينفع نشتغل من غير ما نحط التاتشات بتاعتنا؟ ما بقاش أنا والله. مش أنا يا باشا. نشيل الطبق الفاضي ده ونصبح على أستاذنا. صباح الخير يا أستاذ حسين. صباح الفل عليك. صباح الهنا، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. من حبنا للشيف هلا وعشق وعشق و... الله يكرمك. وعشقنا للشيف هلا، نفسنا نفشخها جنب الشيف هلا نشم ريحتك. لا. ربنا يخليك يا رب. اظن الريحه بتوصل لكم لغايه عندكم بقى يا استاذ حسين يعني. اكيد طبعا، ده الريحه بتوصل يعني باسرع ما يمكن. ربنا يخليك يا رب، ده من ذوقك والله. اشكرك. بعد حضرتك تهنئه كده الاستاذه منى، من اهلنا هنا في طوان، من اطوان، من اهل الاستاذه منى، اختنا وحبيبتنا برضه يعني. الله يخليك، تسلم يا رب، عقبال كل حبايبك يا رب، اللهم امين. بصوا يا جماعه عملت ايه؟ نسيت حاجه مهمه. نقلب كده الخضره على الجمبري، وبعدين هنحط البصل عليها. كان المفروض نحط الخضره الاول في الكبه وعليها البصل وعليها جمبري، فمعلش بقى نسينا. ولا يهمك ايه، بس انا نسيت، مش تفكريني، مش تفكريني. ايوه انت الغلطانه، اولا واخيرا دايما انت الغلطانه. بصوا كده، وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هناخد شويه بشويه من الخليط بتاعنا ده في الكبه دي. الرز مش هيتحط معانا في الكبه دي، الرز هو اللي هلم بيه العجينه في الاخر. نجيب الكبه بقى قريبه مننا هنا كده، بسم الله، وننزل شويه بشويه. يبقى انا في الاول تبلت الجمبري، وبعدين بالتتبيله بتاعتنا توم وعصير ليمون وملح وكمون وكزبره، وهي دي التوابل بتاعه الكفته كلها. ناخد الشويه دول الاول نديهم كده طحنه، وبعدين نكمل الكميه الباقيه. بسم الله، يلا بينا. يا استاذ صلاح الدنيا كده معاكي، اشيل لك دي ولا ايه؟ ها، ماشي يا باشا. فين؟ مش شايفاها والله. شفت ازاي الضمير برضو يعني. يلا. نشوف كده ونزود. يلا بسم الله، نزود الباقي. انت بقى عندك بيحطي الخضره الاول، وبعدين البصل، وفوق خالص الجمبري. انا كان المفروض اعمل كده بس انا نسيت. نلم بقى كل ده، بسم الله.
ريحة التتبيلة اللي هي فيها عصير الليمون والكمون والكلام الحلو ده طلع ما شاء الله عليها جميلة جدا. والله كنت هعمل كده يا باشا. عارف انت لو صبر القاتل على المقتول، عارف انت المثل ده كان مات لوحده. يلا بينا بسم الله. نقلب كده بالراحه كده. انا بقلب من على الوش، ما باخدش من تحت عشان السكينه بتاعت الكب. اعملي معروف، خلي بالك انا بنزل بس قطع البصل لتحت تطول بس ايه السكينه. ويلا بينا، مش عايزه اقلع الجلوفز ده عشان لسه هنعجن الكفته تاني، فمضطره افضل شغاله كده بايد ونص كده. يلا بينا بسم الله. هيا بينا. نقلب تاني، واحنا بقى التقليبه الاخيره دي نحط التوابل بتاعتنا كلها. هنحط توابل تاني عشان لما اجي اضيف دي الرز يبقى التوابل مظبوطه. ادي شويه ملح، وهنا هنزود شويه فلفل اسود صغيرين، وبرده هنحط كمون تاني كده، وادي كزبره. حلو الكلام. وكمان زي ما قلت لكم نص معلقه صغيره بس بيكنج باودر، مش اكتر من كده. ونجيب بقى معلقه كده حلوه ونقلب بقى كويس قوي. نقلب من فوق لتحت ومن تحت لفوق علشان تنعم كلها زي بعضها. انا شايفه اللي تحت نعمت وبقت زي الفل، واللي فوق لسه ايه؟ لسه خشنه شويه. اهو يا ستي، عايزاكم النهارده تجربوا كفته الجمبري دي، طعمه طعم السنين ما شاء الله بجد، عليها تحفه عسل. يلا بينا بسم الله. يلا يا قمر عشان وقتنا. يلا الدنيا زي الفل. محتاجه كمان ضربه. معلش يا استاذ صلاح هنتعبك معانا شويه، بس هي لازم ايه؟ لازم تنعم كويس قوي. لو حتى في حتت بصل تخينه كده ممكن نشيلها، اللي مش عايزه تتضرب دي. متشكرين يا ستي. معلش يا جماعه استحملوا معايا شويه عشان عايزه اوريكم القوام المظبوط بتاعها. اهو ندوس كده عليها ويلا بينا. هي طريه جدا يعني مش محتاجه ولا شويه ميه ولا اي حاجه. طب معلش يا استاذ صلاح بقى، معلش. تمام كده زي الفل، لسه فيها حتت جمبري. طيب نولع الزيت يسخن على ما نخلص الطحن ده ونطلع الكفته. معلش هضطر اجيب لك البوله تاني الرخمه دي، ماشي؟ وننزل كده الكفته. بسم الله، ان اللي تحت
بصي بقى، طول ما انت واقفه في المطبخ كده بتعالجي مشاكل. يعني انا دلوقتي اللي حصل ان اللي تحت ناعم جدا فتقل على السكينه، نعمل ايه؟ نروح مطلعين الكميه كلها كده ونرجع ناخد شويه بشويه. بس بصوا ازاي، قلبي كده، خلي الخشن والناعم كله يدخل في قلب بعضه بالشكل ده اهو. شوفوا ازاي كده ابتدت تنعم اهي، بس لسه فيها حتت جمبري كده زي ما انتم شايفين، دي عايزه تتفرم كويس قوي. فاللي هيحصل اروح واخده شويه كده منعماهم وارجع اخد الباقي، عندناش اي مشكله خالص. زي ما قلت لكم قبل كده، نتعلم مع بعض. عارفين نظريه ايه؟ اقابل مشكله، لا مش هينفع، الدنيا باظت، لا مفيش الكلام ده، واحده واحده كده بالراحه. كده 10/10، 100/100، هو ده. نعمل ايه؟ نجيب بوله كبيره، بسم الله، واحطها كده واخد الشويه دول وارجع اخد الشويه التانيين. شفتي يا لميس بقى؟ بصوا هوريكم دلوقتي قوامها بقى عامل ازاي اهي. بصي يا استاذ صلاح، القوام ناعم خالص ازاي، ولا كلمه اهي. لا قولوا لي تاني، معلش ما سمعت. شيماء، يا شيماء ازيك؟ الحمد لله، ازيك يا شيماء؟ وعامله ايه يا قمر؟ الحمد لله، والله انا مبسوطه خالص اني بكلم حضرتك. يا ربنا يخليكي يا شيماء، منوراني يا حبيبتي. الله يخليكي، انا والله انا بحبك قوي، بحبك في الله والله، من عند ربنا والقبول ده سبحان الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، معناه ان شاء الله ربنا راضي عن حضرتك باذن الله، عشان كلنا بنحبك والله. ربنا يخليكوا كلكم ليا يا حبيبتي والله. يعني في ناس كده، او في ربنا سبحانه وتعالى خلق ناس عشان خدمه ناس، فحضرتك ما شاء الله بتخدمينا كلنا. الحمد لله، جزاك الله خير يا سهيلة والله. ربنا يخليكي يا قلبي، ما تحرمش منك يا قمر ابدا، اشكرك، نورتيني يا حبيبتي. الله يخليكي، انا اسمي على الفيس ام جانا يا شيف هاله، عشان تبقي عارفاني. تمام ماشي، كلميني على طول بقى ان شاء الله يا حبيبتي باذن الله، اشكرك يا قمر. يلا شويه الاخرانيين وخلاص. ورين زي الفل، تعبتينا او احنا اللي تعبناكي. ناخد اخر شويه معانا، بس ريحتها طالعه حلوه قوي 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 مع الفرم ده. طبعا انتوا يعني عارفين الجمبري ريحته عامله ازاي، مش هقول لكم على ريحه الجمبري، وخصوصا لما يكون متبل بالتتبيله اللي عملناها له. شايفين بقى هي طريه ازاي كده، دي ما تنفعش كفته، هتتلم بايه؟ هتتلم بدقيق الرز. هناخد شويه بشويه واحنا كده متبلين الكفته بالظبط المعيار المظبوط، نص كيلو الجمبري قدامه بالظبط نص كيلو دقيق رز. دقيق الرز يا جماعه، لو حد هيقعد يسال اجيبه منين، او انا ما عنديش، او ايه البديل، البديل ان انت يا ست تجيبي شويه رز تطحنيهم عندك في مطحنه التوابل بتاعه الخلاط، وبعدين تنخليهم بالمنخل او المصفى السلك، بس تبقى زي الفل. شايفين عماله بقى تشرب الدقيق ازاي، وهتتحول لي دلوقتي لاحلى كفته رز، سهله وسريعه جدا. طيب تقابلنا هنا برضو كذا حاجه نقول عليها. لو انا دي الرز زاد مني شويه، او ابتدى يشرب السوائل اللي في الكفته وحسيت انها نشفت معايا، وجيت اصبعها لقيتها بتشقق، عادي جدا نسميها دلوقتي حالا بشويه ميه. اصلا الصبح واحنا بنعمل النسخ نسمناها بشويه ميه، عادي جدا تطرى معاكي. دي الرز هنا يا جماعه بجد بطل حلو قوي، دي الرز بيشرب على طول السوائل، خلي بالك من كده، يعني عامل مساعد لتماسك الكفته. قلبي، واخده بقى كل التوابل والبهارات، خلاص هي مش عايزه حاجه تاني كده خالص، زي الفل اهي. في ثانيه واحنا واقفين عايزين نشيل كل اللي ملوش لازمه ده، عشان نشتغل بقى ايه على رواقه، تقليبه كده حلوه تاني. شايفين اهو،
الله الله الله، زي العسل بهذا الشكل. بص يا استاذ صلاح، انا عايزاهم يشموا الريحة الجميلة دي وهم قاعدين في مكانهم. عايزاكم تشموا الريحة يا جماعة. شمنا، شامم ريحة الجمبري وشامم ريحة التتبيلة عاملة ازاي. ربنا يخليك يا رب. دول شوية انا مصبعاهم قبل الهوا، عايزين بقى نكمل عليهم. وكمان عليت النار على الزيت وعليت النار على الووك التاني عشان نعمل الصلصة، نعمل التخديعة. تخديعة روعة هي كمان، ريحتها شهية جدا جدا جدا. شغل النار على الوكين بتوعي الحلوين الجمال. لما ادواتك بتبقى حلوة وشكلها شيك ومريحة، تلاقي نفسك مفتوحة ان انت تعملي كل حاجة. دايما اهتموا بادوات المطبخ بتاعتكم، يعني نصيحة ليكم، ادوات المطبخ هي اللي عارفة بتخليكي داخلة المطبخ كده نفسك مفتوحة لكل حاجة. وكين زي اللي انا شغالة فيهم دول، شوفي شكل الوك اللي هتعملي فيه الصلصة يفتح نفسك ان انت تشتغلي فيه، والتاني اللي هتحمري فيه الزيت الله. فدايما اهتموا بكده، اوعوا اوعوا ابدا ما تهتموش بادوات المطبخ. ناخد مسحة زيت على ايدينا ونصبع الكفته دايره الاول كده، وبعدين اعمليها صباع كفته. كبري بقى صغري على حسب ما بتحبي. مين معانا على التليفون بقى واحنا واقفين كده؟ ماشي يلا بينا. بصي اهي، بيكنج باودر اللي فيها هيخليها هشه جدا وطريه جدا جدا من جوه. ادي صباع الكفته كده، يعني المستوى المطلوب اللي هو تخين قوي، صباع الكفته التخين قوي ولا الرفيع قوي، بالشكل ده اهو زي اللي في الطبق كده بالظبط يا استاذ صلاح. يلا بينا نعمل واحد كمان وما نضيعش وقتكم بقى، نحمر دول. ريحه الزيت طلعت يا اكرام، اهلا وسهلا. يا صباح الفل والجمال على جمال الشيف هاله. صباح العسل، صباح الكفته اللي تستاهل بقك. صباح الجمال على عيونك، اخبارك؟ تسلمي لي يا قمر والله. تسلمي. الله يسلمك. هو الوجه ده منين يا شيف هاله؟ ايه ده؟ حضرتك هتعملي فيه الكفته، انا بدور عليه يعني. طيب هقول لك على صفحتي النهارده على الفيسبوك، الحاجات الحلوه اللي تفتح النفس دي بنجيبها منين؟ مهمة جدا جدا يا جماعة والله، اهتموا بمطبخكم يا جماعة. أشكرك حبيبة قلبي. صباع ده حاسة طلعت تخين شوية، مش تقولي لي طيب يا منة؟ شكرا قوي، بس مش عايزة أضيع وقتي وأضيع وقتكم كده. حلو قوي، دي نكملها بعد الحلقة. حلو قوي، يلا نشوف الزيت أخباره إيه. آه الزيت سخن وبقى زي الفل، بسم الله. يلا بينا على طول على طول كده، مش هتاخد وقت خالص. هكذا واملي الووك ولا يهمك، هي مش هتاخد وقت والحمد لله رب العالمين، ما بتلزقش في بعضها ولا اي حاجه خالص. هوريكم شكل التحميره الحلوه دلوقتي كده. اهم حاجه بس عايزين نقلب، طالما الزيت سخن اول ما تنزليها في الزيت قلبي على طول عشان كلها من جميع النواحي تاخد لون زي بعضها. اهي متماسكه تبارك الله عليها، ولا كلمه. وهنزل بالباقي. مين؟ ناني. يا ناني، مدام ناني اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازيك يا مدام هاله؟ ازيك يا مدام ناني، عامله ايه؟ شيف هاله يا حبيبه قلبي، عايزه اقول لك انا مش محتاجه اخد اي حاجه، انا بس بقول لك ان انا مغرمة بيكي جدا جدا جدا. ربنا يخليكي. وكل وصفاتك كاتباها من اول الزيتون لكله كله كله، بشكرك بشكرك جدا. حلقه الايس كريم امبارح كله كاتباه، لان انا يعني ما بشكرش في نفسي، انا كويسه جدا جدا في المطبخ، من فطير لكحك كله كله. ما شاء الله عليكي. مقدس قوي ان انا اقعد لك كل يوم الساعه 11 لازم اشوفك. يا حبيبتي ده شرف ليا والله، ده يشرفني. انت على راسي وجميله جميله. انا بتعامل مع كله، كنت بتعامل مع نونا ومع الله يكرمك كلهم زمايلنا وكلهم على دماغنا. ملقتش طريقه حلوه حلاوه فعلا بتاعت الزمن الجميل بتاعت امهاتنا. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تعيشي. تعيشي، ده من ذوقك والله. تسلميلي يا قلبي، تسلميلي. اشكرك حبيبه قلبي، نورتيني وكلامك على دماغي من فوق، وكلامكم جميعا والدعوات الحلوه اللي بتدعوها لي على دماغي من فوق، الف شكر.
حطيت معلقه سمنه في الووك الثاني، الووك العسل ده، وبعدين نزلت بقرن فلفل حامي. خلي بالكم الطريقه دي فظيعه، ان انت تنزلي بقرن الفلفل الاول وبعدين انزلي بالتومه. كفته الرز ما بتاخدش الصلصه بتاعتها، ما بنحطش بصل. اللي عايزه تقول لك لا انا بحب احط بصل هي حره، بس احنا بنتكلم على الاساس، على الطعامه، بالثوم فقط مع قرن الفلفل ده. انسي اي طريقه تانية بقى، انسي شويه صلصه زي العسل. بص الكفته ايه يا استاذ صلاح، ده اللي بيحصل النهارده ده. بص كفته الجمبري عامله ازاي، الله اكبر عليها. طب استنى ما تاخد لون بس شويه، عيني. تعالوا لي هنا، التومه مع قرن الفلفل مع معلقه خل. الله الله، ادي 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 كده عسل. وبعدين بسم الله معلقه الخل دي هتخلي الريحه ايه تفحفح. ننزل بشويه صلصه كده هون، الله الله، تغلي. اول ما تغلي هتشموا الريحه عبقريه، حاجه كده النهارده زي العسل. عايزاكي يا لميس تدوقي الكفته بتاعتنا دي النهارده من عيني. دي ما صدقت يا جماعه، دي ما وصلاح، يا لهوي ده الا صلاح، ده مو صلاح يا جماعه، ده النهارده مو صلاح جايب لنا جوان كتير. تسلم يا رب. كده الصلصه تمام، زي ما انتم شايفين كده، كل ما بخلص حاجه اشيلها من قدامي. انت كمان في مطبخك اعملي كده، هحط شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه كمون، نفس التوابل بتاعه الكفته الاساسيه، وشويه كزبره، وزياده عليهم رشه سكر كده عشان الصلصه بتاعتك تطلع اخر طعامه. ونشيل كل ده وخلاص. تغلي الصلصه والكفته نص تحميره، حطي ده على ده وخلصتي احلى اكله. وانت واقفه كده كمان تروح عامله شويه رز بشعريه، واحلى غدوه دي النهارده ولا ايه؟ بس يا عم صلاح اتفضل يا باشا، كده نوريلك الجمال والحلويات اهو، خدت اللون المطلوب. عشان خلي بالكم لما بتطلع في الهواء بتغمق سيكا، فما تخليهاش غامقه قوي وهي في الزيت كده. حلو قوي، حلو الكلام. تقليبه، وادي الصلصه كمان بتغلي زي العسل، تقليبه حلوه. يلا يا باشا صفي كده من الزيت على مناديل، بصوا شكلها تتحدث عن نفسها، ما شاء الله تبارك الله عليها. كفتة الجمبري النهارده، الجمبري البيبي بجد حبيبتي، الف هنا والشفا. يا ام رمزي اهلا وسهلا، ازيك يا هالة؟ يا صباح الهنا، صباح العسل عليك يا ام رمزي. انت اللي عسل وسكر يا هالة. حبيبتي يعني انت يعني ونعم الناس. يا حبيبتي ربنا يخليكوا كلكوا ليا يا ام رمزي، والله ما تحرمش. انا بقى نفسي تفتحي لنا فتحه التلفزيون. أيوة. عشان نشم الريحه. يا اختي هوصل لك الريحه من غير ما نبوظ التلفزيون، عايزانا نبوظ التلفزيون؟ لا يعملنا هو اجهزه كده بقى يا هاله. من عينيا والله، يا ريتني يا ريت نعرف، يا ريت نقدر. اللي عندي كلهم بيشموا، انما احنا بنتفرج بس. بصي الصوره الحلوه بتوصل الريحه وبتوصل كل حاجه عشان تبقى عارفه. اه والله. تسلم ايدك يا هالة، تسلم ايدك ويخليكي لاولادك يا بنتي. يا حبيبتي ربنا يخليكي، دعوتك دي على دماغي من فوق والله. حطيت كوبايه ميه سخنه وانا بكلم حبيبه قلبي ام رمزي. اول ما الميه سخنه الصلصه بتاعه الكفته لازم تبقى خفيفه، الكفته فيها دقيق رز هتنفش اكتر وهتقل الصلصه، فلازم اخليها خفيفه بكوبايه ميه سخنه بهذا الشكل. وبعدين اول ما تغلي غلوه اروح نازله بالكفته اهو، على ما تاخد غلوتها معانا، مش هتاخد كتير، نحضر الطبق اللي هنقدم فيه. يلا بينا. كل ده طبق، يقولنا طبق صغير يا اولاد. ماشي اعداد يا اعداد، ماشي. ايوه 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 ماشي يا ستي. وصلت وصلت وصلت، ماشي يا ستي. عاجبك كده يا منى؟ ماشي حطي كده. عاجبك كده يا منى؟ بس بصوا اهم حاجه عندي الكفته ما تغليش كتير في الصلصه لو سمحتوا. ادي كده كفته
الجمبري بالرز اللي هي كمان اقتصادية جدا. يعني اللي يسمع كلمة جمبري يقول لك ايه ده، معقولة؟ لا ازاي يعني، لا هي اقتصادية جدا جدا يا جماعة اهي. وهفتح لكم واحدة دلوقتي هتلاقوا قلبها اخضر زي العسل ومستوية، وايه حكاية. يلا بينا نجيب الطبق اللي هنغرف فيه. احنا النهاردة يا جماعة انجزنا، بمعنى كلمة انجزنا، عملنا العجينة نفسها كفتة الجمبري بالرز، وعملنا كمان طبق منها محمر، وعملنا كمان طبق بالصلصة تبارك الله عليه وعلى الريحة اللي طالعة. خلي الصلصة خفيفة كده عشان بعد شوية بفعل دقيق الرز يا جماعة هتتقل. عمالة اقول لكم اهو، وقد اعذر من اعذر، قد اعذر من انذر، معرفش بتتقال ازاي، قولوها لي كده، قد اعذر من انذر، قد انذر من اعذر. ابو اللي يعرفها يكتبها لي على الصفحه. عمالين يقولوها في الكنترول مش عارف اقولها وراهم. ريحه الكفته بس ايه يعني، تخلي الواحد يهنج. شايفين شكل المصلصه عامله ازاي؟ خدي الكبشه دي لميس عشان خاطرك، بصي اهي. يلا يا قمر، اخر طعامه حلويات. الواد ده هو حلويات، وصفتنا النهارده حلويات حلويات. دي بقى الوصفه اللي تغني لها في المطبخ بعد ما تغرفيها كده، تقولي لها يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين ايه. وعشان خاطر الست لميس اتفضلي اتفضلي، عشان خاطرك هي هي صاحبه اللمسه دي، مش منا لا لميس. ألف هنا وشفا ليكم جميعا. ادي الطبق بالصلصه وادي الكفته، تعالوا نفتح واحده كده من جوه. بسم الله، بصوا اللون اهو. يلا يا باشا معايا اهو، بصوا اللون، شوفوا الخضار بتاعها عامل ازاي من جوه. وطبعا تتاكل كده، الجمبري ما بياخدش وقت خالص في السوا، مجرد ما بتنزل النار خلاص استوت. معاها دقيق رز، يعني مش رز كامل هيستوي، ده دقيق رز مع جمبري، تنزل الزيت خلاص استوت، تتاكل وريحتها فظيعه رائعه. الريحه دي بسبب الجمبري طبعا الاصل والتتبيله اللي عملناها له في الاول. على بقى ايه، ما الصباع ده يروح سكته وهو عارف مكانه فين. هتطلعوا فاصل وترجعوا لي نكمل الحلقه بتاعتنا مع بعض. فاصل قصير بس اوعوا القناه تتغير. اهلا بيكم بعد الفاصل. الفاصل الاولاني عملنا وصفه شهيه جدا، وعملنا كفته الجمبري بدقيق الرز، او كانها كفته الرز بالجمبري، طعم حلو جدا جدا. التتبيله اللي عملناها رائعه، هتعجبكم جدا ان شاء الله. يلا نفذوها واكتبوا لي طعمها اخباره ايه معاكم. دلوقتي بقى وصلنا للفقره الطبيه، الفقره اللي دايما اول ما بنبتديها بنحس ضميرنا وجعنا. ايه اللي بنعمله في نفسنا ده؟ وليه؟ وازاي؟ وعشان ايه؟ دلوقتي بقى مين اللي يتضرب الضمير يتريح الضمير؟ حبيبتي اللي بقالها كتير قوي قوي وحشتني ووحشت كل حبايب مطبخ هالة، استاذتنا استاذه التغذيه شهيره ابو سيف، خبيره التغذيه، واللي دايما دايما بتجيب لنا كلام من الاخر، ودايما تحسوا ان القعده معاها كانك قاعده مع اختك، قاعده مع بنتك. دي بقى شهيره حبيبه قلبي. يا حبيبتي يا شيف هالة، ازيك يا حبيبتي؟ وحشتيني كتير. وانتي والله بقالي كتير ما شفتكيش ولا شميتي ريحه الاكل خالص. لا جديد قوي بقى الكفته جمبري دي، تحفه بصراحه. اول مره
مره يعني اسمع فعلا كفته جمبري وبالصلصه مع الرز والكلام ده، دي انا اول مره كانها الكفته العاديه، كانها كفته زي الرز بتاعتنا العاديه. صح، بس بيبي بيبي الجمبري، يعني جمبري بيبي صغنطط خالص، الصغنون ده هو ده بتاع الفرم بقى. بس تحفه، تسلم ايديكي، وريحتها تحفه. وكالعاده يعني يا شيفال احنا متعودين معاكي على كل جديد وحلو، يعني مش بس جديد، لا جديد وحلو. ربنا عشان كده النهارده برضو معايا الجديد والحلو كله. اكيد طبعا، لما كانتي شهيره يبقى على طول معاها الجديد ومعاها الحلو ومعاها الكلام اللي يريح الضمير كده ويريحنا نفسيا. كل الحالات اللي بتتابع معاها دايما بيكتبوا لي على الصفحه في رسائل الصفحه يقولوا لي ان استاذه شهيره بالذات من اكتر الناس القريبه لينا اللي بتاخد وتدي معانا. زي ما انتم شايفين هي هاديه خالص وطريقتها كده معانا بتريحك نفسيا حتى لو انت عامله كارثه. ما بعاقبش الناس قوي كلنا يعني. بنجيلك بكوارث. ايوه. لا ما بشدش عليهم قوي. بصي يا شيفالة، احنا متفقين ان الاكل ده متعه وده نعمه ربنا اداها لنا علشان خاطر ايه؟ اجسامنا كمان تتبني. والطفل الصغير الام دايما معتقداتها انها طول النهار ماشيه بطبق الاكل وراها علشان ورا اي البيبي بتاعها علشان خاطر هو ده الاكل ده المهم اللي هيبني جسمه واللي هيعمل وهيكبره وهيعمل كده. الاكل حلو بس احنا ناكل ازاي؟ طيب ايه انا ممكن اكل كل الاكل اللي يعجبني يضر نفسي يأذي نفسي؟ علشان كده انا النهارده يا شيفالة بقول للناس كل زي ما انت عايز، انا مش هحرمك من الاكل بس هحط لك ضوابط. طب ايه هي الضوابط؟ اول ضابط عندي هو الكورس بتاعي. ده الضابط الاولاني والاساسي اللي هخليك تعتمد عليه، لانك هتاكل على اساسه كل حاجه. انا مش هقول لك ريجيم ومش هقول لك دايت، مش هقول لك كل مسلوق، مش هحط لك طبق السلطه ده هي دي نقعد 3 ايام ناكل في سلطه، نشرب كوبايه ميه فيها شويه حاجات 50 يوم، لا الكلام ده خالص مش موجود. احنا بنطلع مع حضرتك مخصوص عشان نستمتع بالاكل اللي انت بتعمليه لكل الناس وما نتعبش ضميرهم قوي في اي حاجه. جابت لنا من الاخر. ايوه ريح ضميركم. اريح ضميرك انت كمان يا شيفالة. اعملي لهم اي اكل ياكلوا زي ما هم عايزين، وفي نفس الوقت ياخدوا معايا كورس النهارده. النهارده عرضي كورس تخسيس 15 كيلو في الشهر من غير ما تتعبي، من غير ما تحرمي نفسك، من غير ما يحصل لك اي حاجه خالص من مضاعفات لرجيم او دايت. ده كلام زي الفل، كلام جميل بالظبط، حلو كده، احلى ما فيها كل اللي انت عايزاه. ايوه كل اللي انت عايزاه وخسي كمان زي ما انت عايزه. معايا كورس 15 كيلو في الشهر، عليه هديه كريم الترهلات، كريم شد الجلد، كريم نترات الذهب اللي احنا دايما قلنا ده لوحده يا شيفالة سعره سعر الكورس لوحده. انا نازله بيه النهارده هديه. بس كده. بصي بقى، النهارده يوم خاص بالنسبه لي، والنهارده يوم يعني انا بعتز بيه لانه النهارده عيد ميلادي. لا والله النهارده عيد ميلادك. النهارده عيد ميلادي. انت عامله لنا مفاجاه. ايوه عامله لنا مفاجاه. طب نعمل لك ايه دلوقتي؟ نحط لها الشمعه في الكفته دلوقتي ولا نعمل لها ايه؟ لا احسن من اي تورته والله. حبيبتي باسمي وباسم كل حبايب مطبخ هاله بنقول لك كل سنه وانت طيبه. حبيبتي كل سنه وانت طيبه وانت طيبه وكل الناس طيبين. وعشان النهارده عيد ميلادي انا جايه هادي الناس بمناسبه المفروض احنا اللي نهديكي. لا انا بقى جايه النهارده اهديهم بقى، ده الجديد اللي انا طالعه بيه بخصم 70%، بس اعذروني لحد الساعه 3 بس. تمام. يبقى انا النهارده معايا كورس فردي عليه كريم هديه لشد الترهلات وشد الجلد وكمان حرق الدهون اللي تحت الجلد، عليهم خصم 70% وده لحد الساعة 3 بس. يعني المفروض يا جماعة ان عيد ميلاد شهيرة النهاردة هي بتفاجئنا بيه، المفروض احنا اللي نكون عارفين ونجيب لها هدية. لا هي بتفاجئنا ان النهاردة عيد ميلادها، مناسبة طبعا سعيدة ان شاء الله، وكمان هي اللي جايبة لنا الهدية، جايبة لنا خصم 70% على الكورس الفردي اللي هو بيقضي معايا شهر 30 يوم بينزلني حوالي 15 كيلو. مش بس كده، ده عليه الكريم اللي بجزيئات الدهب اللي زي ما قلنا قبل كده بيستعملوه في مراكز التجميل علشان يرجع البشرة لملمسها الطبيعي، يضيع أي خطوط، يضيع أي ترهلات، لما نخس ما نلاقيش الجسم مترهل. الكريم اللي بجزيئات الدهب بيشدلي الجلد وبيرجعه لطبيعته. بالظبط صح كده؟ ده جاي هدية مجانية زي ما شهيرة قالت. يا جماعة قالت نقطة مهمة جدا، لو انتوا عملتوا سيرش دلوقتي على الكريم ده اللي بيستعملوه في مراكز التجميل هتلاقوا الثمن لوحده يمكن بثمن الكورس. النهارده ده جاي لنا هديه مجانيه مع الكورس نفسه مع خصم 70%، كل دي هدايا عيد ميلاد شهيره. شحن مجانا والمتابعه كمان مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. ارقام التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه، يلا على طول يا جماعه اتصلوا علشان نستقبل هديه شهيره. ايوه طيب. بالظبط. ايه رايك معانا صوره الحاله نشوفها مع بعض؟ اتفضلي. يلا بينا.
بصي دي لا دي صوره مراحل التخسيس. دي مراحل التخسيس، دي مش مراحل تخسيس بس شفاء، دي مراحل توزيع الدهون في الجسم. تمام. وانا قصدي النهارده اجيب شكل الرجاله وشكل الستات. طبعا متعارف عليه ان الستات دايما نتيجه تغيرات هرموناتهم دايما توزيع الدهون عندها بتبقى مختلفه، يا اما في البطن يا اما في الارداف في الجزء التحتاني من الجسم. اما الرجاله دايما بتشتكي دايما عندنا من توزيع الدهون بتاعتها هي دايما في منطقه البطن أكتر. الكرش او التسدي عند الرجاله. ده بالنسبه للرجاله زي ما احنا شايفين في الصوره بالظبط كده اهو. انا عندي ثلاث اشكال من الجسم للرجاله وثلاث اشكال من الست بتوزيعات مختلفه. بس بنلاحظ انه التركيز دايما الستات نتيجه تغيرات هرموناتها بتتوزع عندها الدهون في المنطقه اللي تحت، والرجاله دايما في المنطقه اللي فوق خصوصا الكرش والمنطقه التسدي. طب انا اقصد ايه بالكلام ده يا شفال؟ انا اقصد ان الكبسوله بتاعتي اللي احنا دايما بنتكلم بيها والله سبحان الله خدتيها من على بالظبط بتقصد الدهون بعينها سواء رجاله او ستات ايا كان توزيعها على الجسم كده. ده المقصود من الصوره النهارده. ايوه للسيدات والرجاله وايا كان مكان تجمع الدهون بالظبط. ليه؟ لان للناس اللي بتقول لك ايه، طب ما انا مظبوطه من فوق ومش عايزه اخس، او انا مظبوطه من تحت ومش عايزه اخس، عايزه اخس من المنطقه اللي فوق. هو ده اللي بتعمله معانا الكبسوله بتاعتنا الجديده يا شفاله، كبسوله رباعيه المفعول. يعني ايه رباعيه المفعول؟ هي مش بس بتقلل عندي الشهيه معايا، يعني ايه بتقلل؟ ما بقولتش تسد شهيه، بقول تقلل شهيه. تقلل شهيه يعني هفطر وهتغدى وهتعشى زي ما انا عايز واي نوع اكل انا بحبه، بس هتقلل معايا الكميه اللي داخله جسمي. فبالتالي كميه الدهون اللي داخلالي قليله، وفي نفس الوقت انا بكسر وبحرق الدهون الداخليه اللي متخزنه عندي بقالها سنين كتير. بمعنى صح الكبسوله نازله وهتدور على مناطق تجمع دهون فين، ملهاش دعوه بالمناطق اللي ما فيهاش دهون. بالظبط كده. مناطق تجمع الدهون هي دي عارفه زي الصاروخ الموجه. ايوه بالظبط. طب تيجي نشوف حاله من الحالات معانا. يلا يا جماعه نشوف حاله يا حبيبتنا. ايوه معانا اهو ما شاء الله عليها. من 115 ل 82 كيلو يا شفاله، من 115 ل 82 كيلو، حوالي 25 او 28 كيلو تقريبا. حولوها لان البني ادمه ثانيه خالص. بصي شكلها جديد تماما. شفتي القميص بقى في ال 115 قد ايه دلوقتي؟ بقى ازاي في ال 82 وهي لسه مستمره معانا؟ هي نازله حوالي 28 كيلو في حوالي شهرين بالظبط. 28 كيلو في شهرين ده رقم كبير جدا. طبعا. يعني انجاز. طبعا. شكل متغير تماما. هو ده اللي الكبسوله عملته. لو خدنا بالنا كمان توزيع الدهون في جسمها باينه جدا انها في المنطقه من اول البطن لحد الجزء السفلي من الجسم. صح. طبعا الجسم اختلف تماما وشكله اختلف تماما من الكبسوله اللي احنا بنقول عليها رباعيه المفعول. وقمه التحدي يا جماعه. أيوة. انها تتصور بنفس اللبس عشان تورينا الفرق. بالظبط. يعني بصوا هنا الشميس كانت لابساه كان عامل اول، وبعد كده لما نزلت بقى عامل ازاي عليها النفس مع اللبس. العلم انه غامق يعني المفروض انه لامم الجسم بالزبط. كمان لا هي اصرت انها تتصور بنفس اللبس علشان تبين لنا قد ايه الفرق الرهيب. في شهرين بس انزل 28 كيلو، ده رقم مش سهل خالص. علشان كده احنا بنقول دايما الكبسوله بتاعتنا كبسوله رباعيه المفعول بتقضي تماما على مناطق الدهون فقط. دي حاله ثانيه عندنا راجل اهو كان 110 ووصل ل 75 كيلو، ده نزل معانا في 3 شهور يعني حوالي 31 او 32 كيلو. طبعا طبعا رقم رهيب. طبعا. بصي ما شاء الله يا شهيره، انا حاسه ان كان التاني ده ابنه. بالظبط. ايوه بالظبط يعني كده تحسي ابوه وابنه. والله ما شاء الله ده حقيقي يعني. وبصي منطقه الكرش اختفت تماما. يعني بصي منطقه الكرش راحت، منطقه التسدي الجسم اتظبط اتنحت، وده الميزه الثانيه اللي بتعملها معانا الكبسوله بتاعتنا النهارده هو نحت الدهون. نحت الجسم يعني انا جسمي ما بلقاش فيه ترهلات وما بلقاش فيه كتل هنا وهنا، لا الكبسوله رايحه عارفه هي فين. مدياكي النهارده هديه الكريم علشان ايه؟ علشان المناطق اللي بتخس دي الجلد، بعد الناس كتير جدا تشتكي تقول لك ايه اصله جلدي كرمش او في علامات تمدد او في سيليولايت او في ترهلات او بدات لا الكريم ده طول ما انا مرحله الخساسان بدهن الكريم يوميا مرتين في اليوم الصبح وبالليل. الكريم فيه ماده حارقه تحرق الدهون اللي تحت الجلد، مش بس كده، بفضل الكولاجين والإليكارنتين ومعايا بانثينول ومعايا نترات الذهب بيعملوا على ايه في الجسم؟ بيساعدوا على انه شد الجلد، نضاره في الجلد، مفيش الترهلات، مفيش الكرمشه، مفيش الكلام ده خالص، وكمان بحرق الدهون اللي تحت الجلد. طيب ناخد سحر وبعدين نكمل الكلام. يا سحر يا سحوره.
يا سحر بدلعك يا سحر. كلميني تاني. كلمينا تاني يا حبيبه قلبي. ده اللي بتعمله الكبسوله اللي في الكورس بتاعنا النهارده بالظبط كده. ومش بس انا مش بنتكلم بس ستات ولا بنتكلم بس رجال، عشان كده قصدت ان انا اجيب حالتين النهارده. صحيح. حالتين بتوزيع دهون مختلفه. حاله ست توزيع دهونها كلها سفليه، وحاله راجل طبعا المتعارف عليه الكرش والتسدي، والاثنين جابوا معايا نتيجه وفي مده سريعه. 28 كيلو لحاله الست اللي كانت معانا النهارده في شهرين بالظبط، وحوالي 31 او 32 كيلو في 3 شهور للراجل. سريع امن، ما فيهوش اي اعراض جانبيه، لانه كله اعشاب طبيعيه، كله زهرات طبيعيه، كله الياف طبيعيه. الياف انا بشتغل على مواد تعمل معاكي سددان للشهيه، او تقلل معاكي حجم الشهيه العالي اللي بيسبب كل الدهون اللي احنا اللي عن طريق ايه يا جماعه؟ مش عن طريق ولا لعب في هرمونات ولا بنشتغل على المخ، عن طريق ان احنا بنملى 3/4 المعده بالظبط كده. بالظبط كده. واحنا شرحت قبل كده وحابه اشرح تاني، الكبسوله عباره عن الياف طبيعيه، باخدها باخد معاها كوبايتين ميه، كوبايتين ميه دول بيخلوا الكبسوله تتفتت، تبدا تتحول لجيلي. الجيلي ده بيتكاثر ويتكاثر، كل ما هشرب ميه كل ما الجيلي ده هينفش في بطني او في معدتي بالظبط كده، فيبدا يملى معدتي بالتدريج لحد ما بوصل لمرحله 80% من حجم المعده هو مملي تقريبا باكل، عشان كده حاسه بشبع. هاجي اكل، باكل اللي انا عايزاه، هاكل الكفته، هاكل مكرونه، هاكل رز، هاكل اي حاجه انا عايزاها. هيعمل معايا ايه؟ الكميه بس هي اللي هتبقى قليله، كنت هقع عادي. لا يقع الا شهيره، لا يقع الا الشاطر. ناخد تليفون معانا. لا نهى، يا نهى اهلا وسهلا. الو، ازيك يا نهى؟ ازي حضرتك، عامله ايه يا شيخه؟ الحمد لله يا عمر، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. تسلم ايدك على الحاجات الجميله دي. ربنا يخليك يا قمر، تحرمش منك لحبيبتي. ربنا يخليك يا رب. ممكن اكلم استاذه شهيره؟ اتفضلي. يا نهى ازيك يا نهى؟ ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل. تمام يا رب دايما. بقول لحضرتك انا عايزه حضرتك تساعديني اخس، عشان انا بجد تعبت. اتفضلي يا حبيبتي. عماله اعمل ريجيم، اخس 2 كيلو وارجع ازيد اضعاف تاني في منطقه البطن والارداف. ترجع 4 كيلو البطن والارداف. فمش عارفه والله بجد اعمل ايه، جات لي حاله نفسيه مش عارفه بقى غلطني ايه. زهقتي كمان؟ طبعا. هتتفقي معايا بقى الكورس النهارده؟ اكيد طبعا. انت بس الاول وزنك قد ايه وطولك قد ايه؟ انا وزني 196 وطولي 158. يعني في زياده وزن كبيره. سنك قد ايه يا نهى؟ 38 سنه. وعندي المراره وباخد علاج تنشيطي للغده. حلو. طب تمام. طيب. تمام ماشي تمام. يا ريت معلش تساعديني بالله عليكي. حاضر يا نهى. انت تقفلي يا نهى وتتصلي بالتليفونات عندنا على طول. بس يا نهى، الانقاذ السريع ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه، اتصلي على طول لحبيبه قلبي دلوقتي، هتلاقي فريق طبي كامل على اعلى مستوى هيرد عليك الدكتور او الدكتوره، وهيفضلوا ماشيين معاكي خطوه بخطوه. يا جماعه الميزه دي مش موجوده في اي مكان تاني، ميزه المتابعه من دكاتره خبراء في التغذيه على اعلى مستوى، بيفضلوا معاكم مش مكالمه او مكالمتين، لا ده بيفضلوا مده الكورس. يعني النهارده شهيره منزله لنا الكورس بتاعنا مدته 30 يوم، مدته شهر، المتابعه تفضل معاكم مده الشهر ده كله. دلوقتي شهيره قالت حاجه في وسط الكلام كده افتكرتها دلوقتي، قالت الكلام ده لغايه الساعه 3. يعني هي كان المفروض انها النهارده مش هتنزل بخصم، بس هي النهارده نزلها لنا بخصم 70% هديه منها عشان عيد ميلادها، بس حطت لنا العقده في المنشار، يعني خدوا الهديه بس لغايه الساعه 3. معلش يا شفاء، احنا دايما بنبقى محدود الكميه دايما، فعلشان كده انا دايما ببقى حابه كل اللي عايز يتصل او عايز يبدا يلحق نفسه من دلوقتي يخسر وزنه، يخسر الوزن اللي هيسبب له بامراض كتيره. الاستاذه اللي كلمتني قالت لي انا عندي مراره وبتاخد دواء لتنشيط الغده، اكتر سببين لعدم الحرق في الجسم المراره والغده، اكتر سببين يوقفوا عندي الحرق. لا النهارده يا نهى انت هتاخدي معايا الكورس كبسولات ونقط واعشاب، النقط والاعشاب هيشتغلوا جدا على موضوع الحرق ده، خاصه النقط، لان النقط انا مغرقاها اللي كارنتين وكافيين، ودول دي فيتامينز، فيتامينز بتشتغل على الحرق بس، مش ما بتعملش حاجه اكتر من كده. دي هتعلي عندي معدل الحرق، هتاخدهم الظهر وبالليل بعد الغداء وبعد العشاء،
العشاء علشان تبدا تشغل عندي مصنع الحرق يبدا شغال. هي سؤال مهم يا شهيره جه في بالي دلوقتي لو هي بتسمع دلوقتي، فلنفرض مثلا هي دلوقتي بتاخد ادويه الغده، ينفع برضو تاخد الكورسات طبعًا بتاعتنا مع ادويه الغده؟ طبعا انا الكورسات بتاعتي الياف طبيعيه وزهرات طبيعيه ومواد طبيعيه تماما، ما بتتعارضش مع اي دواء ممكن يتاخد خالص، لا ادويه ضغط ولا ادويه سكر ولا ادويه غده ولا ادويه مراره ولا اي دواء، ملهاش دعوه. بالظبط، اهم حاجه لما هتتصل هتقول زي ما انا سالتها كده، وزنها وطولها وسنها والحاله الصحيه بتاعتها وادويتها علشان يتوصف لها الكورس المناسب ليها. طيب قبل ما نختم عايزين الهديه بتاعتك تاني من الاول للاخر على بعضها. النهارده انا معايا الكورس الفردي ومعاه هديه كريم لشد الترهلات يكفينا 30 يوم، 15 كيلو في 30 يوم، كمان عليهم خصم 70%، ده هديه مني لكل جمهور بتاعك يا شيكالا. مقبوله بس الكلام ده لحد الساعه 3 بس، نلحق دلوقتي. كورس امن جدا، ما بيتعرضش مع اي امراض خالص الحمد لله. تمام، اشكرك يا حبيبتي وكل سنه وانت طيبه يا قمر. وانت طيبه يا حبيبتي، يا رب دايما بالصحه والسعاده كده على طول يا حبيبتي. ربنا يخليك يا رب. ناس بس تتصل تاخد هديه شهيره النهارده. ايوه اتصلوا قولوا عايزين هديه عيد ميلاد شهيره، بدل ما احنا اللي بنديها الهديه احنا كده بقى، اللي يجي لنا ويكون عيد ميلاده يجيب لنا هديه. حبيبتي كل سنه وانت طيبه. حبيبه قلبي وانت طيبه حبيبتي، ميرسي. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم. عملنا مع بعض زي ما شفتوا كفته الجمبري بدقيق الرز او بالرز، سهله وطعمه جدا وهتجربوها وهتشوفوا الفرق. وكمان خدنا هديه شهيره معانا واحنا ماشيين كده. ما تنسوش ان العرض النهارده لغايه الساعه 3 بالظبط، ارقام التليفونات موجوده قدامكم على الشاشه. شكرا لمتابعتكم الكريمه، واتمنى من الله ان الحلقه كلها تكون عجبتكم، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. ومن النهارده لبكره هسيبكم في رعايه الله.